الأسلحة. اليوم المؤشر مؤشر ياسر مخايب، ومستوى السدود اليوم تنبأ بكارثة. هذا مع العلم أنه نسبة امتلاء السدود ماهيش هي كامل النسبة اللي نجموا نستخرجوها من السدود. كمية لازم تقعد اللي هي ما يسمى بالنسبة للاحتياطي، الاحتياط الماء للسدود 23.2%. إذا ما قدش عنا الحق أنه نستهلكوا منه كي نحكيه بلغة النسبة حسب السدود وحسب الجهات، لكن حسب التقريب على الأقل ما نجموش نسحبوا أكثر من 13%، 13-14 جرام ماكسيمم 14%، ما نجموش نتجاوزوه. هو حسب التقريب، حسب التقريب ما يفوتش ما بين 45 حتى 60 يوم استهلاك ماء. معناها ماكسيموم يكفينا شهرين القدام، معناتها الكميات الموجودة على أقصى تقدير. على أقصى تقدير. احنا يقول لك القايل اليوم مقدمين على فصل الخريف، ونعرفوا فصل التقلبات، ونجموا معناتها ربي يعطي خير، ونجموا معناتها ان المردودية والنسبة اللي موجودة في السدود تتحسن كثيرا بارابور الأرقام اللي نحكي عليها اليوم. علاش ما نترقبوش وعلاش نعلنوا في حالة الطوارئ؟ أو حالة الطوارئ شنو تنجم تضيف لنا معناتها بالضبط؟ هو الحقيقة معناتها احنا ما ذيك أمن الوحيد هو في رحمة ربي، أنه يكرمنا ربي بالغيث النافع في الفترة القادمة باش نجم نجاوز الأزمة هذه. لكن احنا حبينا نعلن حال الطوارئ المائية توقيا، لأنه كما تعرف أنت معناتها فما تغيرات مناخية، واليوم احنا عنا سدود، تمركز السدود خاصة في مناطق الشمال الغربي اللي هي حسب سنين وحسب الخبرة اللي تعدد تاع السنين اللي فاتت، أن نسبة التساقطات في الشمال الغربي نقصت، ولينا نشوف فيضانات في الجنوب وفي الجنوب الشرقي وفي الوسط اللي هي معناتها أماكن ما هيش موجود فيها سدود. واليوم باش يوصل معناتها باش نوصلوا ان نعبوا سد ولا الماء يوصل سد، لازم كميات محترمه من المياه، خطر سويت على الجفاف اللي صار لمده سنوات والسخانه اللي موجوده سنه، يلزم معناتها بمفهوم عام يلزم الارض تروى، معناتها برشا ماء الارض تروى باش يصير سيلان الوديان وباش يوصل للسدود. معناتها العمليه معناتها احنا معناتها ماذا بينا معناتها يكون فما امطار خريف في القريب، معناتها في القريب اللي هي باش نقضنا من حاله فيها، لكن توقيا لان نوصلوا للنقطه صفر يلزمنا نعملوا حاله الطوارئ المائيه. وش معناتها حاله الطوارئ المائيه؟ شنو الاجراءات معناتها اللي نتخذوها باش نحكيوا على اعلان حاله الطوارئ؟ هو الحقيقة معناتها الدولة عندها سنين هي تعمل في الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ المائية، لكن في حالة غير معلنة. علاش؟ خاطر اليوم في نعلنوا حالة الطوارئ المائية، ثم فلاحة اللي هما عندهم زراعتهم وعندهم فلاحتهم وعندهم كل شيء، الدولة مطالبة بتعويض للفلاحة هذوما، خاطر اليوم ما نجموش نجوا للفلاحة نقول لهم عاش تسقوا الفلاحة نتاعكم، خاطر ما عندناش ما باش نشربوه، دونك الماء اللي باش تدفع الفلاحة هذوك، الدولة مطالبة هي ان يتعوض الفلاحة محاصيلهم والا ردهم، خاطر هو معاشهم اليومي هذاك اللي يعيشوا منه. والعديد الاجراءات الاخرى كما النزول السياحيه، كما اليوم باش تفرض عليهم الدوله انه معاش البيسينات اللي موجوده في النزول السياحيه وفي الشركات معناتها اللي تستثمر تستهلك في برشا ماء كما شركه صلاه قفصه، كي نعملوا حاله الطوارئ المائيه الدوله يلزم بالقانون لازم تفرض عليهم ما عادش يستغلوا حتى قدره ماء، خاطر الماء يولي اولويه المياه الشرب مش للمياه الصناعيه او مياه الفلاحه. ما يقول لك اليوم زاد الفلاحه باش تموت وتولي لنا عندنا تداعيات اخرى، الصناعه باش تتوقف وتولي لنا تداعيات اخرى، يعني قرار كيما هذا سهل اليوم ناخذوه سيد احمد؟ هو الحقيقه مش سهل القرار هذايا، وهذاك علاش انا قلت لكم من البدايه اللي احنا دعينا للقرار هذايا عندنا مده معناتها تفاديا للنقطه هذه، واحنا كنا نبهنا راه كل يوم نوخروا في اعلان حاله الطوارئ المائيه الكلفه الماديه باش تكون معناتها اكثر. ايش معناتها الكلفه الماديه اكبر؟ معناتها شنو نجم يصير؟ فسر لنا اكثر خلينا نفهم. هو كي تجي معناتها شركه كما شركه فصاد قفصه جينا اعلنا حاله الطوارئ المائيه قبل 6 شهور ولا قبل 8 شهور. كانت شركه فصاد قفصه تنجم تلوج على حلول بديله اللي هي باغ اكزومبل جلب مياه البحر ولا تحليه المياه، معناتها خاطر الشركه كما شركه فصاد قفصه عندها امكانياتها الماليه وامكانياتها الماديه اني تلقى حلول معناتها بديله باش تحصل الفوسفات والا باش معناتها باش تقوي الانتاج نتاعها. اما اليوم كي نجوم في ليل ونهار نقول لها روضها باش نقص عليك الماء ما عادش باش نعطوك حتى قطره ماء باش تاخذ فوسفات، دونك الكلفه باش تكون مضاعفه. دونك فما خدامه باش تحبس، فما برشا معناتها فما برشا خسائر وبرشا اجراءات باش معناتها سويت للقرار هذاك.
هي علاش ما نخمموش معناتها احنا دوغين افون نقولوا معناتها انه اليوم المؤسسات الصناعيه سواء كان مجمع الكيمياء التونسي شركه وصفات قفصه وغيره من الشركات اللي تستعمل معناتها ولا سيمونتيري ولا غيره اللي يستهلكوا في الماء، علاش اليوم ما يكونش فما برنامج انه معناتها من هوني مسبقا ولا من هوني حتى شنو احنا ماشيين لقدام تكون فما برامج انه يكون فما الشركات الصناعيه هذيا تكون عندها موارد اخرى اضافيه تعمل عليها، ما ناخذوش المياه الشرب هي اللي نستعملوها في الصناعة، وإحنا أزمات المياه مازالت متواصلة وهذا هو حديث الشعوب معناتها في السنوات القادمة. وهو كذلك صديقي، بالعكس أنا ما نثمل كما نقول فيه، ماذا بينا أن الدولة تمشى في الشيء هذا، لكن اليوم المفارقة اللي موجودة معناتها في بلادنا برغم شح الماء والنسبة امتلاء الصدور اللي كنا نحكي عليها وهذه أرقام رسمية خارجة وزارة الفلاحة، فما خطاب من السلطة السياسية من أعلى هرم السلطة السياسية معناتها يفند ويكذب الأرقام اللي موجودة كل دونك اليوم حتى الرؤية السياسية والتمشي السياسي نتاع الدولة فما نحسوا أنه فما انقسام اليوم حتى في التشخيص فما مختلفين، وزارة الفلاحة تقول لك راه عندي 23.2% نسبة امتلاء السدود، يخرج رئيس الجمهورية يقول فما ماء لكن فما مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي في قطع الماء، دونك اليوم إذا كان ما وحدناش التشخيص وما اتفقناش معناتها كلنا أن اليوم في حالة معناتها في حالة حرجة من في مواردنا المائية في حالة حرجة ما نجموش نخدموا ما نجموش نخدموا نعملوا استراتيجيات. سيد أحمد إذا كان اليوم الانقسام هذايا موجود حتى في الشعب التونسي في حد ذاته، ما احنا كي نخرج اليوم نلقاو الفويت يقعدوا بنهارين وثلاثة والماء سارح معناتها في الكياسات، قولوا راهو فما ماء ما فماش حسن إدارة واستغلال نتاع الماء هذايا. نرجع لك للنقطة هذايا بعد الفاصل. بوبليسيتي. حياتي تنجم تكون اكزيجونت لينا والشي بول عجايب واقوى الحكايات في بول الريف. لاكتواليتي اخر المستجدات الفنيه والثقافيه مع فان تايم وسام فايبس. الجو مازال دي جي خميكس كوب سام هيز. اسمع الموسيقى وحفلها في نايت كلوب لي زاني بونور وسبور غرام، مال عيش غرامك مع سبور ماك على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى. اولا صيف سنا ديوان اف ام هي الموجه اللي توديك ابدا نهارك مع احلى ناس الديوان، وصبحيه الويكاند مع ويكاند على الكيف. تبع اخر الاخبار السياسيه في هنا تونس وما يفوتك شيء فيه منك نسمع. اسمع الغرايب والعجايب واقوى الحكايات في بول الريف. لاكتواليتي اخر المستجدات الفنيه والثقافيه مع فان تايم وسام فايبس. نائب في البرلمان دكتور معز بركالة وضيفنا في الهاتف سيد أحمد الطبيبي رئيس جمعية نوماديس فرث 8 وعلى المرصد التونسي للمياه، نحكي على نسبة امتلاء السدود بتاريخ 27 أود 23.2% والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى إعلان حالة طوارئ مائية. مرحبا بك سيد أحمد مرة أخرى. حبيت نسألك اليوم هل أنه فما سوء استغلال اليوم متاع الموارد المائية كي نشوفوا معناتها ما فماش سرعة على مستوى التدخل خاصة عند صيانة الأعطاب، وكما قلت لك معناتها فما صور وفيديوهات لأنه الماء يقعد معناتها بنهارين بثلاثة بالأربعة وحتى بالجمعة سايب في الكياس هذا، ما نجموش اليوم معناتها ننكروه؟ صحيح الوضعية ربما حرجة لكن في المقابل مانيش قاعدين نعملوا في سرعة متاع تدخل وفي إجراءات اليوم تكون سريعة حتى نحافظوا على المال عنا. هو صحيح كما قلت اللي كنت احكي فيه معناتها التسربات والانقطاعات والكاسور معناتها على القنوات جلب المياه معناتها موجوده وهذا نلاحظه فيه يوميا، واحنا كمرصد التونسي للمياه كجمعيه تونس 8 معناتها نرصدوا فيه يوميا ويجونا تشكيات من المواطنين على الشيء هذايا، لكن اليوم هذايا عنده تفسيره، عنده تفسيرات وعنده تبريرات. اليوم ما نجموش نحملوا الشركه التونسيه لاستغلال توزيع المياه اكثر من اللي تنجم تتحمله. الشركه هذه شركه وطنيه واحنا نراهنوا على شركتنا الوطنيه وهي مكسب وطني معناتها منذ الاستقلال. الشركه هذه كانت تقوم بخدمه معناتها ايصال الماء الصالح للشرب للمواطنين، اليوم تلقى روحها في وضعيه معناتها ماليه جراء المديونيه اللي موجوده كسواء للدوله والى الوزارات ولا مؤسسات الدوله ولا كسواء للمواطنين، اليوم عندها معناتها ازمه هيكليه الشركه هذه، اليوم ما فماش مداخيل وممنوعه من الانتداب.
خاطر الانتداب ممنوع في الوظيفة العمومية، دونك ممنوع من الانتداب. وفما جيل كامل من الشركة هذه قاعد يخرج رتاد. أنا نعطيك مثال بسيط، مدينة مجد بالعباس اللي هي تضم أكثر من 11 ألف سكن، كان فيها عون واحد طاسونات، عنده بالا وعنده موتور يمشي، ونفما تسرب ولا فما انقطاع نتاع ما يمشي صلحه. العون هذا خرج رتريت، الى يومنا هذا لم يعوض من سنه 2016. دونك اليوم ما نجموش هذا نحملوا الصيح، هو فما تسربات وفما انقطاعات وفما كل شيء، لكن الشركه ما نجموش نحاولوها نحملوها اكثر من طاقتها ونمنعوها اليوم من الامتداد بحكم لا احنا اتفاقيه مع بنك مع صندوق النقد الدولي اللي احنا نسكروا الامتداد في الوظيفه العموميه. احنا كنحكيوا الاجراءات ما نحملوش مسؤوليه لشركه دون غيرها، نحكيوا مسؤوليه الدوله كامله معناتها في الموضوع هذا. مسؤوليه الدوله اليوم، مسؤوليه الدوله باش نمشي مش نتعدى لطاب ثاني، هي مسؤوليه الدوله. اليوم الارقام الخارجه على وزاره الفلاحه والا عصونين تقول انه 25% من مياه الشرب ماشيه في ضايعه في دفويت. وفي مناطق الري اكثر، في بعض المناطق توصل اكثر من 50% من المياه ضايعه قبل ما توصل للزراعات والا الفلاحه اللي باش تسقيها. اليوم الخيار نتاع الدوله شنو وين ماشي؟ ما مشاش في اصلاح القنوات هذه والا تجديد الشبكات ولا كل شيء، مشى اليوم في الانفستيسمون في محطات تحليه المياه. عملنا محطة تحليل مياه في الزارات، عملنا محطة تحليل مياه في جربة، وعملنا محطة تحليل مياه اليوم في صفاق، اللي احنا فرحانين اللي هي باش تحل لنا المشكل. المشكل اليوم الحقيقي اذا كان انا باش نعمل محطة تحليل مياه بالرغم من الكلفة الطاقية الباهظة والباهظة جدا اللي نقولها، اليوم المترو كوب المحلي بيتكلف ما بين 3000 و 3500. الدولة اليوم الصونات باش تبيعه للمواطن ب 600 فرنك. الفارق نتاع الكلفة شكون باش يتحمله؟ المجموعة الوطنية. حملوا الدولة باش المجموعة بالطبيعة باش تحملوا المجموعة الوطنية، على حساب شنو؟ على حساب أولويات أخرى في قطاع الصحة ولا التعليم ولا اللي هو. ولا الاستثمار ولا غيره. بالضبط. اليوم هل كان الأجدر أنه الانفستيسمون والفلوس هذه تمشي في إصلاح الشبكات ولا تمشي في تحلية مياه البحر؟ واضح.